مقتل 4 عناصر من الجيش الوطني خلال محاولتهم تفكيك سيارة مفخخة في بلدة الغندورة بريف حلب الشرقي. مقتل مدني جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة ستبقي قوة حفظ سلام محدودة تتألف من نحو 200 جندي في سوريا لفترة من الزمن بعد الانسحاب الأمريكي. أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة، ويؤكدان على مواصلة تنسيق الجهود لإنشاء منطقة آمنة في سوريا. المخابرات العراقية تعتقل 13 عنصرا من تنظيم الدولة يحملون الجنسية الفرنسية بعملية أمنية نفذتها داخل سوريا بالتنسيق مع تركيا. الدفاع المدني اللبناني يعلن إخماد حريق في مخيم للاجئين السوريين في قضاء عكار تسبب بدمار 40 خيمة دون وقوع إصابات.